ايه الاخبار يا ناسي؟ حلو، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هيكون تاني فلوج على الشانل، هيكون عبارة عن هو يومي النهارده هيبقى عبارة عن ان انا رايح الجامعة، هخلص شوية ورق هناك جدول وكده. الشمس النهارده جامدة قوي وبس، وطبعا هتبقوا معايا طول اليوم. دلوقتي رايح لجون، هو هيجي معايا، هنفطر سوا وبعد كده احنا يعني عاملين ميكس رهيب قوي. يعني احنا قايلين هنفطر على عربية فول، تمام، قدام الجامعة، ولو ما لقيناش عربية الفول فاتحة هنروح نفطر في ماك، اللي هو يعني حاجتين أصلا ما لهمش علاقة في بعض. خلينا نشوف كده ايه اللي هيحصل. أنا في الجامعة يعني أقول معلومات شوية عشان يبقى الفيديو شوية productive، أو في حاجة مهمة أو كده. هتكلم شوية عن الجامعة عندي وعن التقديم فيها. كان واقف مستني جون قدام البيت عنده، دي العمارة المستنية هو يطلع من هنا. الناس يا جماعة اللي متعرفش، أنا في FUE، في فيوتشر، في أسنان، دي السنة التالتة ليا. فلو حد عايز يسأل أي تفاصيل بالنسبة للتقديم في الجامعة، بس يا ريت يكون ليها علاقة بأسنان، يعني حد الأدنى أي حاجة ليها علاقة بأسنان ممكن يسألني، هو أنا يعني أحاول إن أنا أرد عليه، أو لو مش عارف أخلي حد أعرفه يرد عليه. تقريبا ده أول يوم انا بقلع النضاره كتير، لان انا بحس ان في عينيا في حاجه. بقالي كتير جدا ما رحتش الجامعه، يعني بقالي تقريبا بتاع حوالي من يوم العاصفه ده وانا ما رحتش. وانا النهارده رايح، انا ما بداتش برضه دراسه النهارده يوم 17، انا بس رايح النهارده هسجل المواد، لان يعني حصل مشكله انا بسجل اونلاين وكده، فاروح ان انا اظبطها في الجامعه وان شاء الله تظبط معايا. يعني لو الباص اللي انا مستنيه عدى هنضطر نستنى نص ساعه كمان عشان نركب الباص اللي بعده. اتمنى ان هو ينجز وينزل. اهو جه، اهو الاستاذ جاي لي من بعيد اهو، مش عارف هو ظاهر في الكاميرا ولا لا. بس هو ثواني، اهو هي قرب يا ابو قرب يا حبيبي. هو اللي جاي اهو، دخل عليا الاستاذ المتاخر ولا كانه عمل حاجه، عليه فارد ابتسامه ولا كأنه عمل حاجة، ولا كأنك عملت حاجة، متأخر 10 دقايق ولا عادي خالص. ايه؟ ما كنتش لاقي شراب، انا لابس شراب. ما كنتش لاقي شراب؟ لا مش هو ده. انا لابس شراب، انت لو شفته هتتفق عليا. مش لاقي، انا غاسل. بص يا جماعة، شراب زي ما انا غاسل. حتى متغلفة، بس كل الشراب. لا بتغسل كل الفوط. لا بس كل الفوط نشف. لو عندنا فوط كتير. ماشي، عموما هو لسه الباص فاضل له حبة. فاكر قاصد والله. في حد هيوصل سعر العفش؟ عادي، ده هير ستايل مشهور جدا. ماشي. معانا زون يا جماعه، مريض بقى لي يومين، بنحاول نعيشه ومش عارفين. مفيش. وصل. لا ده على فكره هيبقى مون، مكتوب اف بي مون. تيجي واحده تقول لك بتصورني ابن الكلب، وتروح واخده بنت. دول تجار مخدرات، بصوا فاتحين شنطه العربيه ازاي. ده بينتجد ان هم هيعملوا دلوقتي، بس ان هم هيعملوا انفيد على المكان، وحتى الاثنين بي ام. هو دايما عربيه تجار المخدرات كل واحده طالعه منهم في الكيس كده حلوه، ويروحوا مبدلين العربيه. ان شاء الله هنلاقيه باذن الله. ما كانش مانع، انا محتاج عصير. عصير؟ ممكن
ممكن اجيب ايس كوفي. وصل رسالتك. وعلى فكره هو ليه بيحطوا ايس كتير؟ عشان البورشن بتاعك تبقى صغيره. بالظبط. كسع. مش عارف بس هم جبنوا هم مشوا الراجل ولا ايه الغلبان ولا ايه؟ مش عارف بس انا شايف ريحه فول. تمت المهمه بنجاح. وصلت الجامعة خلصنا أكل دلوقتي ودلوقتي أنا رايح الجامعة داخل الكلية بتاعتي عشان أغير الحاجات اللي بتاعي صغيرة في الجدول معرفتش أغيرها أونلاين في مشكلة حصلت فهضطر إن أنا أروح أقعد مع المعيد ونظبطها سوا. وصلت ومش لاقي المعيد اللي أنا المفروض أسجل عنده للأسف. هما هنا في الجامعة ما بيريحوش حد يعني لازم تفضل تلف لازم ما ينفعش كده بسرعه تعمل حاجه في السريع. طيب انا ممكن عقبال لما الدكتور اللي انا عايزه يجي اكلمكم شويه عن الكليه عندي. عندنا في الجامعه اسنان عشان تقدم لها هو في كل الجامعات الخاصه اصلا اسنان بتقدم لها 90% بس ده مش معناه ان انت اتقبلت بيكون في تنسيق داخلي بيكون عندنا في الجامعه. مثلا هديكم مثال السنه اللي فاتت كان 96 السنه دي 95 فهي بتفرق كل سنه وبس وبتخش طبعا يعني مش معنى ان انت قدمت في الجامعه ان انت اتقبلت انت بتعمل ابلكيشن وبعديها بتتقبل سواء بقى انت بتحط رغبه ولا مثلا اسنان ورغبه تانية صيدله على حسب رغباتك ايه بس وبتتاخد بقى الرغبه الاولى لو انت جايب مجموعها بتخشها وكده يعني طبعا بالمجموع الاعلى. الجامعه عندنا اللي ما يعرفهاش في التجمع اللي عند 90 في كليات تانية طبعا في بوليتيكال ساينس وفي بيزنس وفي صيدلة وفي كمبيوتر ساينس وفي طبعا انجينيرنج بس طبعا كل حاجة ليها حد أدنى ممكن تدفع بقى انت على موقع الجامعة وتعرف الحد الأدنى بتاع كل جامعة وتعرف سعر كل جامعة. عندنا في الجامعة بندفع جزء بالدولار عشان انت بتاخد شهادة أو ختم من شهادة تانية في ولاية كده في أمريكا. ده بالنسبة للأسنان كل كلية بيكون ليها مكان تاخد منه شهادة تانية وكليات مختلفة يعني كلية بتاعت أسنان غير الكلية كده تاخد شهادة من جامعة تانية هناك بس اوفرول كله بيدفع كده كده جزء بالدولار يعني بيبقى جزء بالمصري جزء بالدولار مش يعني هو كل سنة الفلوس بتتغير فأنا معرفش انت بتتفرج على الفيديو امتى فانت ممكن السنة اللي بعدها أو اللي بعدها طبعا الفلوس هتكون اتغيرت فانت ممكن تتشيك موقع الجامعه انا ممكن اسيب لكم موقع الجامعه في الديسكريبشن وتشوف يعني منه سعر الجامعه يبقى كام او بتاع السنه اللي انت فيها. بدخل الجامعه يا جماعه لما بدخل اي اوضه من اوض المعيدين بحس كده بالفايبس بتاعت القهوه كده واللي هو صحيان بدري بشم ريحه قهوه بفتكر ايام الجامعه يعني بشم الريحه بتاعت القهوه والناس بقى صاحيه بدري وكده بحس ان انا داخل على معاناه يعني. الجامعة دلوقتي فاضية خالص ما فيش بني آدم طبعا بسبب لسه الدراسة ما بدأتش يعني فأكيد ما فيش ناس. زي ما أنا عمال ماشي بلف على حد المعيدين ما أعرفش المعيدين اتأخروا ليه يعني أنا حاسس إن هما مش عارف يعني حاسس إن هما بيجوا على مزاجهم مستنيهم ومفيش حد من اللي بيسجلوا لي جم. عندنا عامله نظام كده كل معيد بيبقى او كل كام معيد بيبقوا مسؤولين هم يسجلوا لسمستر معين يعني مثلا 10 معيدين لسمستر معين و10 تانيين لسمستر اللي بعده وكده يعني. خلصت مش عايز اقول لكم قد ايه الموضوع مرهق الحمد لله يعني عملت اللي انا عايزه دلوقتي بقى انا هركب وهروح البيت. دلوقتي انا واقف مستني الباص ومواعيد للباص اللي انا بركبه للجامعه ودي حاجة حلوة أوي يعني أنا كنت بستناه ساعات مش عارف الميعاد دلوقتي أنا هبقى عارف الميعاد بتاعه بالظبط. ركبت الباص أهو وبستنى إن شاء الله ما تاخدش نص ساعة يعني وأكون في البيت.
وصلت البيت. يا ابني ولا ايه؟ بصلي فوق هنا، بصلي 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 هنا، انت معور نفسك، بيعور، بيفضل يهرش هنا جامد عند ودانه، بيعور نفسه الغبي. قررت اعمل لسان عصفور، جعان بصراحة. نمت وقمت من النوم، لقيت ماما محضره الاكل. في حاجة غريبة جدا، يعني بدي العيش ما شاء الله، يعني انا مش عارف اكل العيش ازاي، طبعا ما بحبش عيش ناشف، ف هي من وجهة نظرها ان هي محمصاه كده، بس انا مش هاكله عموما يعني. دلوقتي انا لبست ونازل هروح للجون، وبعد كده هرجع ان شاء الله نايم بقى وانتخ. ناخد لنا كده كام قطعة حلويات نمزمز فيهم، نفسنا كله ممكن نتفرج على حاجة مثلا. مش عارف المفروض تتشال بإيه بالظبط، اللي أنا مش عارف. حد خلص البقلاوة اللي أنا بحبها دي، بسبوسة برضو، أنا مش عارف دي تقريبا بسبوسة برضو، ناخدها. هاخد شوية بقى دي كنافة، كنافة برضو، بس كده. دلوقتي انا نازل ورايح لجون، هدخل الاول اجيب حاجه من الصيدليه، بعد كده ايه هطلع على طول. هو بطنه وجعاه شويه فهجيب له حاجه للبطن، بعد كده هطلع. سبحان الله، كان بيقول لي معهوش فكه، وكنت عمال ادور على فكه، فقلت له خلاص هطلع اشوف لك، لقيته طلع فكه من جيبه. وسلمى بخبط ليه لما هو اصلا فيه جرس. ده يا جماعة لاكي، بس هو للأسف في وضع يعني لا يحسد عليه، مش عارف انا بصوره في الوضع ده ليه، عسول قوي. خلص هناك تقريبا، هيعمل بيه هنا شوية، هو بيقسمها تقريبا. استريحت خلاص، دلوقتي بقى هيبدأ في فقرة اللعب في الشاحن. بس بس بكي بسهول قوي. بص الكاميرا، تعال قرب، وما اعرفش ليه متنح النهارده. صباح الفلي يا كوكو. موبايل هو هيفضل، انا مش فاهم، هو تقريبا بينام اكتر ما بيقوم. يا ولد يا جميل يا جميل، قوم قوم بقى قوم. يا لهوي على جماله جماله جماله. واخد دي، بص 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 لي، بص غلب، عامل فيها غلبان. يا حبيبي يا ابني، مقتول قتيل قاعد قدامي. يلا انا نفسي بس اصحيه دلوقتي، عشان ايه بالليل ما بينامش. قوم بقى قوم. قاعد بلعب ليج اوف ليجندز غالبا، خلاص كده طيب نهايه الفلوج. الفيديو ده عشان انا ما لقيتش الفلوج امبارح، جاي انهي معاكم يعني النهارده، وده تاني يوم المفروض ان انا صحيت دلوقتي وعديت على جون. اتمنى يكون الفلوج عجبكم. انا يعني حابب ان احنا لما اجي اعمل فلوج مثلا او حاجه يكون بتكلم فيها عن حاجه ليها اهميه، يعني مش بطلع بس مثلا اعمل يومي وخلاص كده، ما من غير مثلا ما اعمل حاجه مهمه فيه. فمثلا انا في الفلوج بتاع المره دي انا اتكلمت شويه عن الجامعه، اديت معلومات مهمه تفيد مثلا فئه معينه. ولو انت حابب تسأل اي حاجة عن الجامعة او اي حاجة عموما مثلا حابب تسألها، ممكن نتناقش برضو فيها، مفيش مشكلة. وبس كده نكون وصلنا لاخر الفلوج، وخلوا بالكم من نفسكم. peace out، مع السلامة.